كانت مفاجأة بالنسبة لنا، ما كنا عاملين حسابها، ولكن أنا أعرف يعني الوسام هذا يعني ما يمنح لأحد إلا إذا أنجز. طبعا كان شعار وحمل وضع على أعتاقنا أكبر مما نتوقع. أتذكر اللحظة اللي دخلنا فيها إلى لمقابلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وتقليدنا بالوسام، ولما نادوا اسمي طبعا ورحت توجهت وجلست أمام خادم الحرمين الشريفين ويده كريمة يعني تقلدني، كان بصراحة شعور لا يوصف. يعني أنا في كل هذا يعتبر زي الحلم بالنسبة لنا، وبصراحة زادنا يعني حط حمل كبير علي أنا شخصيا أني أقدم أكثر لهالوطن الغالي اللي صراحة التفت لنا وقدم لنا كل شيء، وكيف نقدر نرد هالجميل ويعني أما بالإنجازات أو بتقديم خبراتي وخدماتي لهالوطن، ولا هي يعني كثيرة. ويعني احنا بصراحة عاجزين عن الشكر وعاجزين عن يعني الشعور بالفخر اننا بصراحة ببلد زي المملكة العربية السعودية. طبعا اول ما سمعت اسمي نادوا اسمي على اساس اني اروح استلم اللي هو الوسام، توجهت وانا في الطريق يعني كل الشعور لا يوصف طبعا، ولكن الكلمات اللي سمعناها من سيدي خادم الحرمين الشريفين يعني كان بصراحة يعني الأب اللي بصراحة أعطانا كلمات. أول شيء يمكن هي أثقلت عاتقنا لأننا لازم نقدم أكثر، وقال لنا هذا فضل الله أولا وأخيرا سبحانه وتعالى، وفضل أعمالكم وجهدكم، ولكن هذه تعتبر إن شاء الله يعني بداية، وأنتم يعني مسؤوليتكم أمام وطنكم وبلدكم ودينكم كبيرة، وهذا يعني شعار من وسام مننا تكريما لجهودكم، وبإذن الله أنكم يعني تحملون هالوسام بأفضل صورة ممكنة وتقدمون يعني لوطنكم أكثر وأكثر. فهالكلمات يعني بصراحة يمكنها تعتبر قليلة، فعلا يعني وطننا الغالي يستاهل أكثر كثير، واللفتة الكريمة اللي احنا حصلنا عليها يعني تعتبر شيء كبير بالنسبة لنا، واحنا مهما قدمنا ومهما يعني بذلنا من جهد وتعب ما هو ولا شيء يعني بالنسبة للأمان اللي احنا عايشين فيه، والحمد لله والفرصة اللي جتنا قدرنا نمثل بلدنا في أولمبياد لندن وأمام العالم، والحمد لله ورفع راية لا إله إلا الله عاليا، يعني هذا شعور لا يوصف. هالوسام ما لا يمكن ينسى، ولا يمكن يعني هذا طول حياتنا يعتبر هي أكبر جائزة بالنسبة لنا.